إبقاء حديقة ما نقية وأنيقة عمل صعب، فلنعمل جميعاً لإبقاء حدائقنا بمظهر لائق. ياي، حصلت على التذاكر أخيراً. ماذا يفعل بيني؟ مرحباً بيني، ماذا تقرأ؟ لماذا تبكي يا بيني؟ لكن ما هو؟ كيف يمكن لكتاب أن يجعلك تبكي؟ حسناً، سأقرأه لأرى ما سبب اهتمامك الكبير به. مؤثرة فعلاً. لم أقرأ كتاباً مثله من قبل. لكني سعيد أن أوليفر ذهب في النهاية للعيش مع عائلته الجديدة. أو لا، الفيلم، نسيت أمره تماماً. أو لا، الآن هذه قصة حزينة. صغاري، من الممتع القراءة في الحدائق مع الأصدقاء، لماذا لا تجربوا ذلك؟ صباح الخير جميعاً. له من يوم جميل. أجل، يجب أن نشكر وودي لذلك، فبفضل عمله الجاد أصبح هذا المتنزه جميل جدا. لما لا نقدم له هدية؟ مرحبا وودي، تبدو سعيداً اليوم. انظر وودي، ملاحظة أخرى. ماذا تقول هذه الملاحظة؟ لو سمحت اذهب إلى الحديقة، هناك شيء ما على السياج. انظر وودي، هناك ملاحظة أخرى. افتح هذه لو سمحت. انتبه الآن. شكراً لك يا وودي. أجل، أحبائي، من الجميل إهداء شخص ما هدية للتعبير عن الشكر. لماذا لا تقدموا هدايا لوالديكم؟ مرحباً كتكون، لا تبدو أنك بخير. أنت أيضاً مريض يا تايكو؟ اذهبا إلى الدكتور مارشي. لما لا تذهب للدكتور مارشي؟ هذه فكرة جيدة. يبدو أن الحقنة مؤلمة حقاً. سأتشجع. دكتور مارشي، أنا... أنت بحاجة إلى حقنة كي تشعر بتحسن. أعد إلى هنا. يا إلهي كتكون، أتريد أن تبقى مريضاً؟ أنت بحاجة لحقنة كي تتحسن، وفي المساء؟ كتكون؟ أنت تبدو مريضاً جداً. لماذا رفضت الحقنة؟ ها هم أصدقاؤك. كتكون، حرارتك مرتفعة، عليك الذهاب للدكتور مارشي. لا 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 حقاً، لا حقاً. لا تقلقوا يا أصدقاء، سيرفضون.
تأكلك تكون بخير قريبا. كتكون، كيف تشعر؟ لم تكن الحقنة سيئة كما ظننت. هذا جيد، أنت تبدو بخير، كانت الحقنة مفيدة. سيارة إسعاف أخرى. مسكين تايكو، إنه بحاجة لحقنة أيضاً. تشجع يا تايكو، ربما تؤلمكم الحقنة بعض الشيء، ولكنها مفيدة في المرض. مرحباً كتكون، هل ستشتري أدوات جديدة؟ ها هو ويلي يشكره على التسوق معه ويقدم له هدية. ما هي؟ قطرة للعيون؟ رائع. انظروا، كتكون يتحدث مع أصدقائه مستخدماً الكاميرا عبر الإنترنت. مرحباً تايكو، كتكون يستطيع رؤيتك، ولكن تبدو متعباً. يبدو أن تايكو قد سهر طوال الليل وهو يستخدم حاسوبه. وها هو بيني متصل بالإنترنت أيضاً، لذا يغلق كتكون شاشة تايكو ليتحدث مع بيني. يبدو أن بيني متعب لأنه بقي مستيقظاً طوال الليل، حتى إن قبعته تبدو ملتوية وشكلها مضحك. هذه الكاميرا مسلية حقاً، أستطيع أن أرى أصدقائي. كتكون، تبدو مرهقاً وعيناك متعبة، هل تناولت عشاءك؟ يبدو أنه سيطلب من المطعم أن يوصل طعاماً له. أتت غريس ومعها الطعام. يا إلهي، لقد لاحظت بأنك تكون متعب. لقد بقيت على الإنترنت طوال الليل وعيناي متعبتان جداً، أظن أنني سأستخدم قطرة العيون هذه. يضع كتكون قطرات العيون في عينيه. وأخيراً بدأ يشعر بتحسن. يضع أيضاً قطرات العيون على كاميرته. أيها الصغار، تذكروا أن تأخذوا قسطاً من الراحة، فأجسادكم بحاجة ماسة لذلك. مرحباً كتكون، ما مشكلة هاتفك المحمول؟ هل توقف عن العمل؟ كتكون حزين، يحتاج أن يشتري هاتفاً جديداً. أتمنى أن يكون لديه المال الكافي. توماس يعرض على كتكون أحدث أنواع الهواتف. انظر كتكون. هاتف يحتوي على العديد من الألعاب، ويخزن أيضاً العديد من الأفلام. واو! وهذا التليفون يحتوي على كاميرا، ابتسم. واو! عدة خيارات. ترى، ما الهاتف الذي ستختاره كتكون؟ ماذا برأيك؟ لدي 100 ورقة نقدية، هل تكفي يا ترى؟ هذا مبلغ ممتاز، لكني لا أعرف أياً من الهواتف المبهرة سأخذ، أحتاج واحداً فقط. لنرى، هذا يبدو هاتفاً مناسباً لك كتكون، ألقي نظرة. به 4 مفاتيح، ويمكنك أن تخزن فيه أرقام أصدقائك، لوي وبيني وتايكو، ولكل اسم توجد نغمة رنين خاصة به. هذا بالضبط ما يحتاجه كتكون. أيها الصغار، إذا أردتم شراء أي شيء، احرصوا أن يكون ملائماً لكم ويلبي حاجياتكم، وعندها ستكونون قد أنفقتم أموالكم بعناية. مرحباً يا أصدقاء، ماذا تفعلون؟ كتكون يطلب من بوفي أن يتحرك قليلاً لليمين، ولكنه تحرك كثيراً. هذه هي الصورة يا أصدقاء. واو، هذه الكاميرا الجديدة ستجعلني أفضل مصور في المدينة. يبدو بوفي لطيفاً جداً وهو نائم، لذا سيلتقط له كتكون صورة. كتكون أصبح سعيداً بالتقاط الصورة. لقطة مميزة.
مرحبا غريس، أتقومين بتوصيل الطلبات؟ وتبدين مستعجلة أيضا. إلى اللقاء غريس. ابتسمي، سألتقط لك صورة. تفضلي. أليست جميلة غريس؟ احتفظي بها. التقطت العديد من الصور اللطيفة والمضحكة اليوم، وحان دور التقاط صورة قيمة. لوي وبيني وداني قادمون من الخلف. ماذا حصل لداني؟ يبدو أن حرارته مرتفعة، أستأخذونه للطبيب؟ داني مسكين. هذه صورة قيمة ولها معنى عظيم، سأسميها الأصدقاء الجيدون دائما في الخدمة. انتظروا يا أصدقاء، أريد أن أقدم المساعدة. التقاط الصور طريقة رائعة لأنها تسجل الذكريات الجميلة مع الأهل والأصدقاء. ابدأوا الآن بالتقاط الصور. مرحبا كتكون. ويلي سيبيع اليوم أحدث الأجهزة الإلكترونية، ستكون أجهزة تمكنك من تحميل والاستماع للموسيقى في أي مكان. أوه، هذا يبدو مدهشا، أريد تجربتها. يبدو أنك تكون مستمتع حقا بجهازك الجديد، إنه مسلي. لا 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 لا. مرحبا تايكو، انظر إلى جهازي الجديد. أوه، ما بك تايكو؟ يبدو أن فرقة الدببة ستقيم حفلا غنائيا كبيرا في البلدة. مسكين تايكو، إنها فرقته المفضلة، ولكن كتكون لديه فكرة جميلة. لما لا يأتي تايكو إلى منزل كتكون ويستمعان معا إلى الفرقة؟ إنها فكرة رائعة. انظروا، كتكون يقوم بتحميل الحفل الموسيقي على جهازه وتايكو متحمس. إنهما جالسان على الأريكة ويضعان سماعات الأذن ومستمتعان بالاستماع، ولكن تايكو ما زال حزينا. سأله كتكون، ما بك تايكو؟ لكن تايكو يريد رؤية الفرقة ترقص أيضاً. فخطرت ببال كتكون فكرة. بماذا تفكر كتكون؟ ها قد جاءت فرقة كتكون، مفاجأة. يبدو أنه يستعرض رقصاته كأعضاء الفرقة. يا إلهي، هل أنت بخير كتكون؟ أجل. سأل كتكون تايكو عن رقصاته، فكان تايكو سعيداً جداً. أجهزة تشغيل الموسيقى جيدة ومسلية، وإن أردتم أن ترقصوا تأكدوا من وجود مساحة كافية. ماذا لديك كتكون؟ يبدو أنه اشترى كاميرا فيديو. ها قد بدأ يتعلم كيفية تشغيلها وكيفية إغلاقها وكيفية التصوير بها أيضاً. يبدو هذا سهلاً، رائع، لنبدأ التصوير. كتكون يفكر ماذا سيصور اليوم. هل سيصور قصة واقعية أم سيصور أصدقاءه؟ مرحبا وفي، أأنت جائع مجددا؟ لنجهز شيئا لنأكله. بعد مرور ساعة لننظف هذه الفوضى. ولكن انتظر، هل ما زالت الكاميرا تصور؟ يا إلهي، لقد صورت كل ما حصل أثناء العشاء. تفضلوا فيه، إنه بطيخ لذيذ. هذه لك وهذه لي. أليس لذيذاً؟ ماذا وفي؟ أكلت كل شيء، حتى الصحن. أنت مزعج حقاً، أعد لي الصحن. كان هذا مضحكاً حقاً. الآن بفضل وجود هذه الكاميرا أستطيع أن أسجل جميع اللحظات الممتعة، سأكون أفضل مخرج على الإطلاق. أيها الأصدقاء، عندما تسجلون لقطات كهذه تأكدوا أنكم ستستمتعون بمشاهدتها فيما بعد. يا لها من سماء صافية هذه الليلة، صحيح كتكون؟ نعم، إنها ليلة جميلة ومناسبة للتأمل. على أي نجمة تبحث يا كتكون؟
انظروا، لقد وجدك تكون شهاباً صغيراً. وهذه النجمة تدعى... أوه، أهلاً لوي، لقد أخفتني كثيراً. ما الذي تفعله كتكون؟ أتأمل النجوم، اقترب وشاهد. واو، المنظر جميل، السماء مليئة بالنجوم الجميلة. انظر هناك. كتكون يعدد النجمات، كاسيوبيا ونجمة الدب الكبير والشهاب الضخم. واو، السماء مليئة بالنجوم. يبدو أن كتكون يحب التأمل في النجوم. عندما يظهر بريق على النجوم تبدو وكأنها تغمز. انظر، إنه نيزك. تمنيا أمنية. ما كانت أمنيتكما؟ لقد تمنى كتكون أن يصبح لوي مدور الشكل ولزج كدودة القز. يبدو أن لوي تمنى نفس الشيء لكتكون. آه لوي، السماء في الليل مليئة بالنجوم الجميلة، ولكن تذكروا أن تتمنوا أمنية إذا رأيتم النيزك في السماء. مرحباً تومي، هل ستلعب البيسبول؟ جاهزون يا أصدقاء؟ واحد، اثنان، وها هو يرمي الكرة. أوه يا إلهي، كتكون هل أنت بخير؟ يبدو أنه على ما يرام. كتكون مسكين. ها هو كتكون يعود للملعب، لكن انتبه، ها هي الكرة. يا لها من ضربة رائعة لوي، ها هي قادمة، قادمة بسرعة. يا إلهي، مسكين كتكون، ليس مجددا. لا بأس يا صديقي، ربما إذا تمرنت أكثر وحاولت مرة أخرى ستكون جيدا في المرة القادمة. يا إلهي، انظر كتكون، ها أنت تتدرب جيدا، وأرى أنك بدأت تتحسن. بعد مرور الشهر، استعد كتكون، ها هي الكرة. ضربة رائعة كتكون، إنه حقا سعيد بنجاحه. كتكون أنت فعلا ماهر، كيف تدربت هكذا؟ أصدقاؤه يسألونه، وها هو قد أصبح يتباهى بتدريبه. أيها الأصدقاء، التدريب المستمر يجعلكم تتحسنون، وإذا تدربتم جيدا تدربوا مثل كتكون. كتكون 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 كتكون، أينما تحل أينما تكون، أينما تحل أينما تكون، صديقا وفيا علما ذوق أداب الفنون، أداب الفنون، أداب الفنون، أداب الفنون. كتكون 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 كتكون، أتعلم منك كل مفيد، وأنت صديقا وأنت حنون، وأنت صديقا وأنت حنون.